السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا برنامج ريفيز زي ما احنا عارفين فيه شوية إمكانيات كويسة، بس مفيش من انا هزود عليه. في حاجات اسمها أدنس عاملة زي الأوتوليزم، عاملة زي الإثبات اللي موجودة في الأوتوكاد، كانت بتدي قوة، بتدي إضافة مش موجودة، بتدي إمكانية إن أنا أعمل حاجة مكنتش بقدر أعملها قبل ما أسطب الإثبات ديت أو الأدنس ديت. فمن ضمن الحاجات اللي هي ريفت إكسبريس تولز، فيها كذا حاجة، فيها مثلا سي تي سي بيم مانجر، ده احنا شرحناه قبل كده، كنا بنحط عدد كبير من الفاميلي مرة واحدة، بنعدل خصائص في الفاميلي، بننظف المشروع، بنشيل الريف كلاود الدايمنشن بنشوفه وبيدينا لستة بيه واقدر اعمل اللي انا عايزه فيه، الووتر مارك بيحذفه، شيرد برامتر بيدمجوا مع بعض، الحاجات دي كلها. طيب انا ممكن اجي بعد كده النهارده نشرح البيم بروجكت ده، بيديني شوية إمكانيات في المشروع. يعني في حاجات جميلة زي إن أنا أعمل رينمبرينج، أمسك المشروع كله الروم والدور، ممكن يكون بعد ما أنا عملتهم محتاج إن أنا أقعد أرقم فيهم، فبدل ما أبدأ من أول وجديد واحد واحد، لا أنا ممكن أقول له رتب لي الأدوار، أمسك دور دور يديله رقم. أوتو نمبرينج ممكن أخليه أحط كلمة في الآخر، وكذلك الروم اشوف عايز ابدا من رقم كام واقول له ستارت، يبدا هو يبدا يرقم الروم والدور. ممكن اصدر الجدول الاكسل واعمل بينهم لينك، بحيث اعدل في الاكسل يتعدل في الريفت او الريفت يتعدل في الاكسل. ممكن يكون عندي اتنين نموذج اعمل بينهم كومبار، بحيث اشوف ايه الفرق بينهم عن الاخر شغل. روم فاملي عايز ادير ال اعرف فاميلي معينه مثلا لكل اوضه. بتلاقي بعض الادوات المفيده بيم براوزر، ديتيل لينك، بروجكت لينك ادمن بيدي تحكم في الملف اللينك لو هو اوتوكاد مثلا عايز اعدل حاجه فيه. تمام، ف فيجن ريبورتر، سيرفيس شيت درافتر، ادوات بسيطه وسهله وممكن الواحد يستخدمها تديله دفعه، كأن مثلا كان في قائمة أضيفة جديدة، كأن دي قائمة اكسبريس اللي كانت موجودة في الأوتوكاد.